السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في 9 حلقات CCNA Voice 640-461. معكم مهندس محمد سعيد عفيفي. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن Getting Familiar with Coleman's Express Administration. عشان حضرتك تقدر تعمل administration للكول مانج اكسبريس، قدامك 2 options. اول حاجة اللي هي الكوماند لاين والجرافيك يوزر انترفيس اللي هي GUI. طبعا اغلب الناس بتفضل الكوماند لاين عشان موضوع الترابل شوتنج، انت تقدر تستخدم اوامر مثلا زي الشو والديباج علشان تقدر تحدد المشكلة عندك فين في الشبكة. لكن في الجي او اي بتبقى اسهل للناس اللي ما بتقدرش تحفظ الاوامر، بقى عشان تقدر تعمل كونفيجريشن الموضوع بيبقى اسهل في الجي او اي. مانجينج كول مانجر اكسبريس يوزنج ذا كوماند لاين. من اهم الحاجات اللي بتميز الكوماند لاين عندنا مور فليكسيبل، وان هي بتعمل سبورت لكل الكول مانجر اكسبريس فيتشر. عشان برضو تقدر تعمل اكسس على الكوماند لاين انترفيس للكول مانجر اكسبريس راوتر، هتستخدم طريقة من التلاتة، يا اما كون سبورت، يا اما تنت اكسس، يا اما اس اس اتش اكسس. اس اس اتش اكسس اللي هي سكيور شيل. بالنسبة لكون سبورت، طبعا احنا عارفين ان انت بكابل رول اوفر بتوصله بالسيريال انترفيس بتاع اللابتوب او البي سي، تقدر تخش على الراوتر وتعمل انيشال كونفيجريشن كده قبل ما بتعمل اساين او مانجمنت للاي بي ادرس بتاع الجهاز. تاني نوع، تاني اختيار او تاني طريقه اللي هي التلنت اكسس، ان هي طبعا دي بتعتبر بروتوكول بيبقى انسكيور، يبقى غير امن، لانه بيرسل الداتا في صوره كلير تكست. الاس اس اتش اكسس بقى هي بتأدي نفس الوظيفه بتاعت التلنت، لكن بتكون طبعا اكثر امانا، بتكون متشفره، بتبقى انكريبشن. اغلب اجهزه السيسكو دلوقتي الجديده بتعمل سبورت للايه، للاس اس اتش. اغلب الاوامر الكوماند اللي بنستخدمها في عالم الفويب اللي هي قدامنا ديت، اللي هي تليفوني سيرفيس والايفون والايفون دي ان اللي هي دايركتوري نمبر والدايل بير. بالنسبه للايفون يا جماعه، الايفون ديت اللي هي بتعمل مانجمنت للتليفون نفسه. الايفون دي ان ديت مستخدمها في عمل مانجمنت لارقام التليفونات للنمر نفسها. بقى الدايل بير ده بيعمل مانجمنت لحاجه اسمها الفون بوك. المقصود بالفون بوك ده اللي هو الدايل بلان، يعني مثلا لو انت بتتصل ب4 وحايد، طب هو الكول مانجر اكسبريس هيقدر يوصلك للنمر انت عايزها دي ازاي؟ عن طريق بقى ايه، الدايل بير. هنشوف بقى، هنشغل الكول مانجر اكسبريس ونشوف الاوامر دي، نتعرف بس عليها النهارده، بس احنا مجرد ما بنتعرف على بناخد فكره، وان شاء الله من اول بقى الحلقه الجايه هنبدا نعمل اللاب ونعمل سيناريوهات للشغل بتاعنا. فهنشوف هنشوف الاوامر دي على الكول مانجر اكسبريس. دلوقتي شغلنا هو الكول مانجر اكسبريس، فعندنا نعم بتاع كونف تي، وهنكتب ايه، تليفوني سيرفيس. لو حبينا نخش كده نشوف ايه الاوبشنز اللي قدامنا اللي نقدر نستخدمها في التليفوني سيرفيس، هنلاقي طبعا حاجات كتيرة زي ما احنا شايفين كده. من الحاجات اللي ممكن هنستخدمها الفويس ميل، وهنستخدم في برضو عندنا الميوزك اون هولد عندنا، وفي ماكسيم دي ان وماكسيم ايفون، كل ده ماكسيم دي ان ايفون دي ان والكيفا لايف، كل دي اوبشن يا جماعه هنقدر هنستخدمها ان شاء الله. هنطلع اكزيت، لو كتبنا امر بقى شو ايفون ريجسترد، ده اهم من اهم طبعا يا جماعه الاوامر برضو اللي بنستخدمها عشان في الترابل شوتنج. زي ما احنا شايفين هنا، لو
زي ما احنا شايفين هنا، ادي ادي التليفون الاول بيسموه ايفون 1، وهنلاقي هنا في ايفون 2. الايفون 1 بيوريك الماك ادرس بتاعه اهوت، بيورينا هنا برضو الاي بي اللي هو 172.30.146، ده الاي بي بتاعه. بيورينا نوع التليفون الموديل بتاعه اللي هو 7970. بيورينا البوتون اللي فيه اللي هو الزرار اللي فيه اللي متحمل عليه ارقام تليفونات، يعني مثلا الزرار الاولاني في التليفون متحمل عليه تليفون رقم 8101، الدي ان التانية اللي هو النمرة التانية متحملة على البوتون التاني على الزرار التاني يعني اللي هو 8102، النمرة التالتة اللي هي دايركتوري نمبر رقم 3 متحملة على البوتون رقم 3 وواخدة نمرة كام؟ 8201 لغاية النمرة ايه رقم 5. بورينا بعد كده طبعا الكود اللي بيستخدمه G711 ميولو، طبعا عشان شغال في امريكا. التليفون التاني برضو الماك ادرس، ودي الاي بي بتاعه، و في تاني طبعا هو هنا بيوريك نوع ريجستر متسجل، وادي هنلاقي ان دي نمر التليفونات اللي ايه المتسجل اللي محطوط على الزرار بتاعته 8101 8102 8201. طبعا هما زي اللي فوق، فهنلاحظ ايه بقى؟ ان اللي متكرر في التليفون الاول والتاني بيبقى سميناه قبل كده ايه شيرد لاين، هو حاطط قال لك ان دول شيرد، لكن النمر اللي هي 8110 8210 اكمنهم مش موجودين في التليفون التاني، فمش دول مش شيرد. تمام. بعد كده هنقول شو ران سيكشن ايفون دي ان، دي ان طبعا قلنا اللي هي الدايركت نمبر اللي خاصه بالارقام نمر التليفونات. فهنلاقي هنا اهوت زي ما احنا شايفين ال ادي ايفون دي ان رقم 1، دي النمره رقم 1. طبعا هو كان عامل كونفيجريشن قبل كده يعني، فبيقول لك ان دي اونلاين، يعني النمره ديت بتعمل هاندل لاتنين كول، يعني ممكن هي بترد على واحد ويبقى في واحد على الويتنج النمره دي. طيب واداها رقم كام النمره ديت؟ 8101. وهنا بيوريك ان هو اسم، هنا اسم الشركه اس دي سبورت. انا ادي النمره الثانيه اللي هو دي ان رقم 2، واداها 8102، والثالثه 8201، والنمره الرابعه، وهكذا. لو قلنا بقى ده كده، ده هنا كان بيورينا ازاي ايه الشو بتاع الارقام ارقام التليفونات. طب لو عايزين مثلا نعمل كونفيجريشن للتليفون نفسه، فقلنا بنعمل ايه؟ بيبقى ايفون ونديه اي رقم مثلا 10 20 40. حابب نشوف الاوبشن اللي جوه برضو، هنلاقي ان انت تقدر تستخدم، ممكن تحط الماك ادرس، ممكن تحط الميوزك اون هولد، الهاندسيت، كل ديت حاجات ممكن تعملها. وادي الايفون دي ان برضو، تحط اي رقم عايز تسمى نمرة التليفون دي رقم كام، وتحدد اذا كانت هتبقى دي اون لاين، ولو سبتها هتبقى سنجل لاين. دي اون لاين قلنا ان هي بتعمل هاندل لرقمين في نفس الوقت، لاتنين كل في نفس الوقت. تعالى دخلت جواها برضو هتلاقي في اوبشن كتيره بنستخدمها من اهمها، مثلا زي الرينج، في الميوزك اون هولد، في الفورورد، كل ده هنعرف ازاي بنستخدمه يا جماعه بعد كده. تمام. تاني طريقه عندنا عشان المانجنج للكول ماجيك اكسبريس يوزنج الجي او اي. الجي او اي ده يا جماعه طبعا شركه سيسكو كانت لغايه سنه 2008 كانت مشغله اللي هو الاس دي ام اللي هو سكيورتي ديفايس مانجر. 2008 جت وقفت لغايه الفيرجن اللي هو 2.5، ما عملتش اي بقى تحديثات للبرنامج ده. وجت في 2010 بدات تعمل اللي هو سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال، هو مشابه لحد كبير من الاس دي ام لكنه بيكون اسهل. طب مميزات الجي او اي ايه بقى؟ طبعا في كتير من السمول اوفيس، الشركات الصغيره كمان خصوصا يعني، بتستخدم عاده يعني الادمنستريتور اللي هو بيكون ادمنستريتور بيكون واحد بس، بيكون بيفهم في المجالات كلها،
وغالبا اللي بيفهم في كل حاجة بتلاقيه برضو الكوماند لاين كلها مش في، يعني مش في دماغه يعني. فكان الأسهل له ان هو يستخدم اللي بدل الكوماند لاين، لا هيستخدم الايه اللي هو الجي يو اي. كمان الجي يو اي فايدته ان هو بيوفر في الوقت وبيكون اكتر كفاءة في كتابة الكونفيجريشن خصوصا يعني. من اهم الحاجات اللي سيسكو عملتها في الجي يو اي عشان تعمل كونفيجريشن للكول مانجر اكسبريس، اللي هي الانتجريتد كول مانجر اكسبريس جي يو اي. طبعا ديت بتبقى باورد باي الاتش تي ام ال والجافا، ودي ملفات بتتحمل على الفلاش الخاصة بالراوتر بتاع الكول مانجر اكسبريس. ممكن الملفات ديت تحملها من موقع سيسكو، بتبقى طبعا الاكستنشن بتاعها بيبقى تار دوت تار، تبقى باكج على بعض كده. برضو ممكن تعملها داونلود وتحملها على وتفكها وتحطها على الايه الفلاشه بتاعه الكول مانجر اكسبريس. يمكن هو اللي بيهتم الانتجريتد كول مانجر اكسبريس جي يو اي بتتعامل مع الوظائف الرئيسيه بتاعه التليفون. يعني مثلا هو ايه يعمل، يهتم مثلا بيشتغل مثلا بيعمل اد وتشنج للتليفونات، بيعمل موديفاي للدايل بلان، بيعمل كونفيجريشن للهانت جروب. اهم حاجه بس تركز عليها المساحه بتاعه الفلاش، الفلاش اللي هي بتاعه الراوتر بتاع كول مانجر اكسبريس، لازم طبعا يشيل الملفات ديت. تاني نوع اللي هو سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال سي سي بي. حاجه ما تيجي تعمل داونلود من السايت بتاع سيسكو هتلاقي فيه نوعين، سي سي بي اكسبريس وسي سي بي بس. طبعا هو هنشوف الكلام ده دلوقتي، بس انا بقى ايه بقول المعلومات النظريه في الموضوع هنا. يعني هنلاقي ان السي سي بي اكسبريس هو مشابه جدا للانتجريتد كول مانجر اكسبريس جي يو اي، وهما الاثنين زي ما قلنا ايه بيتحملوا على الفلاشه بتاعه الايه الكول مانجر اكسبريس. يمكن حجمه هتلاقي مثلا 9 ميجا، على عكس طبعا السي سي بي، السي سي بي بيوصل لغايه 175 ميجا، قول 200 ميجا يعني تقريبا. الاكسبريس يا جماعة ما بيسبورتش للفويس، ما بيقدرش يعمل كونفيجريشن لليونيفايد كوميونيكيشن فيتشر، لكن هو بيشتغل مع ايه، مع اللان والوان كونكشن، فاير وول، النات، الكلام ده. طيب التاني حاجة اللي هو السي سي بي، السي سي بي بيقدر بيعمل كونفيجريشن لاغلب الحاجات بقى زي الفي بي ان، الفاير وول، الاي بي اس، يونيفايد كوميونيكيشن، الوان واللان فيتشر، كل ده بيقدر يتعامل معاه. طيب هوريك حتى صورة للانتجريتد كول مانجر اكسبريس جي يو اي، هيها قلنا شبهها بالظبط السيسكو كول مانجر اكسبريس، هي قلنا شبه بالظبط اللي هو ايه سي سي بي اكسبريس، بس ما بيعتمد السي سي بي اكسبريس ما بتعملش سبورت للايه للنوفايت كوميونيكيشن فيوتشر. طيب علشان اقدر السي سي بي يتعامل مع الراوتر بتاع الكول مانجر اكسبريس، ففي شويه كوماند لازم احطهم على الكول مانجر اكسبريس. اول حاجه بقول الكونفي تي، بقول الانترفيس فاست ايثرنت 0 على 0، وادي له الايه الاي بي 172 30 177 والسبنت ماسك. ده طبعا عشان السي سي بي يقدر يوصل للكول مانجر اكسبريس عن طريق الايه الاي بي ده. بعد كده نو شت داون اكزيت. الخطوه اللي بعديها بقول يوزر نيم، احط اي اسم، احمد، محمد، نيو، اي حاجه. بعد كده بريفليج 15، طبعا البريفليج ديت عندك من 0 لغايه 15، احنا بنختار اعلى حاجه، اعلى صلاحيه للادمنستريشن، لاسم الادمنستريتور اكتر صلاحيه ممكن الادمن يستخدمها عشان يقدر يعدل وكده في الكونفيجريشن. بعد كده سيكريت، سيكريت ديت معناها ان الباسورد اللي هيجي بعد كده هيكون ايه انكريبشن، متشفر. اي بي اتش تي تي بي سيرفر، ده كده انا باكتف الاتش تي تي بي على الراوتر. بعد كده اي بي اتش تي تي بي سكيور سيرفر، كده انا برضو باكتف الاتش تي تي بي اس على الايه على الراوتر. بعد كده اللاين في تي واي 0 ل 4، طبعا اي في تو واي لازم بيحتاج له باسورد، فانا بقول له اللوجن لوكال، معناها ان خد الباسورد بتاعك من الخطوه اللي كانت قبل كده. الترانسبورت انبوت تيلنت اس اس اتش، ده معناها ان انا بقول له اقبل اي حد يكلمك
اذا كان SSH او كلير تكست مفيش مشكلة، استقبلهم عادي وكلمهم مفيش اي مشاكل، وممكن اختار واحدة منهم يعني اقول مثلا ترانسبورت انبوت نت او ترانسبورت او ترانسبورت انبوت SSH يعني كده ايه انت. هنشوف بقى هنا ازاي بنعمل داونلود. طبعا بخش على جوجل وتكتب داونلود سيسكو سي سي بي، ده احنا هنعمل كده داونلود للبرنامج بتاع سي سي بي. دخلنا في سيسكو هتعمل داونلود سوفت وير ونختار كونفيجريشن بروفيشنال سوفت وير. هلاقي في زي ما احنا كده شايفين في اليمين اهوت كده في نوعين، اللي هو السيسكو اكسبريس اللي هو سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال اكسبريس، واللي تحتيه ده اللي هو الايه. طبعا يا جماعه طبعا الحاجات دي بفلوس ها، عشان كده مقفوله اهو زي ما احنا شايفين اهوت. وده اهوت اللي في اليمين ده يا جماعه اهوت، ده قلنا ايه ده سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال اكسبريس. ده ما هو زي ما قلنا مساحته هتبقى 9 ميجا اهيت. نو فويس سبورت، هتلاقيه مع الاوامر القليله زي ما احنا قلنا اللي هي الايه اللان وان كونكشن فايرول النت الكلام ده. اللي تحتها السي سي بي بقى هو مساحته كام؟ 175 ميجا. طبعا ده بتحطه على الفلاشه بتاعت الراوتر، بتسطبه على الايه، بتعمله انستول على الايه على البي سي بتاعك تمام كده، عشان الناس تبقى فاهمه. بس ان الاكسبريس بتحطه على الراوتر فلاش، لكن السي سي بي بنحطه على ايه على البي سي بتاعك تمام كده. بعد ما بننزل البرنامج وعملنا له سيت اب، هنلاقي فيه نوعين جوه البرنامج. انت ممكن تشغله يا اما تشغله بروفيشنال على طول، وفي بروفيشنال ديمو. الديمو ده عشان تقدر تجرب قبل الشغل الفعلي على الشبكه بتاعتك. مجرد ما بتفتح البرنامج بيظهر عندي زي ما احنا شايفين في الشاشه كده، هتلاقي فيه هنا نيو كوميونيتي، وممكن تزود كوميونيتي كمان وكذا، وهتعمل كرييت لكوميونيتي جديده. الكوميونيتي دي المقصود بها ايه يا جماعه؟ المقصود بيها هي مجموعة الأجهزة اللي انت تقدر تعمل لها مانجمنت بواسطة الايه السي سي بي. فانت بتبدأ تحط، ممكن تسميها اي اسم، ممكن تغير اسمها، ممكن تسميها مثلا فويس لاب، تسميها سي سي بي، ايا كان اسم الكوميونيتي بتاعتك. بعد كده هتحط الاي بي ادرس، الاي بي ادرس، وتحط الايه اليوزر نيم والباسورد بتاعتك. طيب دلوقتي ايه التشيك بوكس ديت؟ طبعا الاي بي ادرس او الهوست نيم بتاع كل ماجيك اكسبريس اللي انت هتتعامل معاه، واليوزر نيم والباسورد. طيب وهنا التشيك بوكس ديت لو علمت عليها، طبعا هو الاتصال اللي بيحصل ما بين بين السي سي بي والراوتر بيستخدم باي ديفولت كده التلنت والاتش تي تي بي. طبعا الاثنين دول بروتوكولين بيستخدم كلير تكست مش متشفرين. طبعا انت عايز الاتصال يبقى سكيور، تعمل تعلم على التشيك بوكس دي. مجرد ما علمت عليها يبقى انت كده هيبقى الاتصال باستخدام الايه الاس اس اتش والاتش تي تي بي اس، الاثنين بقى بيبقى ايه الاتصال هنا بقى ايه سكيور اكثر امانا تمام كده. بعد كده بتدوس اوكي. هنشوف بقى الشاشه اللي هتظهر لنا بعد كده هتبقى ايه. او الشاشه اللي هتظهر لنا هي زي ما احنا شايفين كده، احنا كده شغال على النسخة الديمو يا جماعة. هيظهر لنا هو في ال في تفيت هو 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 جيريمي كان عامل في 3 راوتر عندنا هو معرفهم. طبعا هو اسم الكوميونيتي، الكوميونيتي بتاعنا اسمه ديمو كوميونيتي، هو سماه كده عشان دي نسخة ديمو اللي بنجرب عليها وبنتعرف عليها على البرنامج. عندنا اللي هو اول راوتر اللي هو سيسكو 8871، وده اللي بيبقى بيستخدم في الهوم والسمول اوفيس. اللي بعديه ده بيبقى في وايرلس سمول بزنس، ده بقى اللي هنشتغل عليه. انت عشان تتعرف على الراوتر ده وان هو متصل بيه والسي سي بي يبقى يتعرف على اللي جواه ايه، فبندوس هنا على ايه ديسكفر.
وانت بمجرد ما بتدوس على ديسكفر هو بيبدأ يجيب لك معلومات عن ايه بقى، الاي او اس، الميديولز، الانترفيس، الراوتر هاردوير، الكابابيليتي بتاعته. هو بيقول لك ديسكفرنج، يبقى كده خلاص عارف ايه الحاجات اللي انت المعلومات اللي جوه. تمام كده. في زرار عندنا اللي هو مانج ديفايس، ده لو انت عايز تزود اي جهاز كمان يعني. تمام. طيب هنطلع هنا بقى، لو بصينا كده فوق في الشمال هنلاقي فيه هنا ايه، كونفيجريشن. كونفيجر لما تدوس عليها عندك في اربع حاجات هما رئيسيين، اربع فولدر رئيسيين طبعا، كل واحده تحتها سب فولدر. بعديها في الانترفيس مانجمنت والراوتر والسكيورتي واليونيفايد كوميونيكيشن. احنا اللي يهمنا طبعا اليونيفايد كوميونيكيشن. لو دخلنا جوه الانترفيس هيوريك هنا ايه الانترفيس اللي عندنا شغاله، اذا كانت اب وداون، وديت معمول لها اساين للاي بيهات ولا لا. الموضوع يا جماعه سهل، بس مجرد بس انت تشتغل عليه مره والتانيه هتلاقي ايه الموضوع سهل. اللي يهمنا طبعا هو اليونيفايد كوميونيكيشن. هنلاقي تحتيه ايه بقى، اليونيفايد كوميونيكيشن فيوتشر والتليفوني سيتنج، في ادفانس التليفوني سيتنج، في اليوزر فون والاكستنشن والدايل بلان والتليفوني فيوتشر. هنلاقي بس ان هنا الادفانس دي هنا مش متاكتف لان ايه لسه. طب لو دخلنا على التليفوني اليونيفايد كوميونيكيشن فيوتشر هنلاقي فيه هنا عندنا اربع اختيارات. الباي ديفولت بتاعنا ان انت هتستخدمه ك السيسكو يونيفايد كوميونيكيشن مانجر اكسبريس، ده اللي احنا هنستخدمه المفروض، بس في ناس تحب تستخدمه كجيت واي او سيسكو يونيفايد كول مانجر اكسبريس از اللي اس ار اس تي او نون. طب ايه اللي الجيت واي ده يا جماعه؟ الجيت واي ده ان انت هتشغل الكول مانجر اكسبريس كفويس جيت واي. الفويس جيت واي ده قلنا قبل كده ان هو بيعمل ترانسليت ما بين الايه الفويب نتورك والايه والبي اس تي ان. طيب السيسكو يونيفايد كول ماجيك اكسبريس از الاس ار اس تي، يعني انت هتستخدم الكول ماجيك اكسبريس في الاس ار اس تي مود، اما اللينك ما بين السيو سي ام واللينك ايه تقع. النان طبعا بيعلق كل الكابابيلتيز بتاعت اليونيفايد كوميونيكيشن من على الايه الكول ماجيك اكسبريس راوتر. تمام كده. هندخل على التليفون سيتنج بقى. في عندك الماكسيمم نمبر اوف فونز 100 يوزر، الماكسيمم نمبر النيمه اللي ممكن تحطها على الراوتر قد ايه 200، ديت فورمات اذا كنت عايز تشوف بقى انت تحدد تحط المانس وبعد كده دي وبعد كده الير زي ما انت عايز. حد سأل الفون ريجستريشن سورس اي بي ادرس، بتخلي طبعا انت هنا بتحط هنا الاي بي ده، انت بتعرف الراوتر اي اي بي ادرس هيستقبل الريجستريشن ريكوست من الاي بي فون، انت هنا بتحدده. طبعا اول ما بتدوس ابلاي بيبدا ايه يحفظ الكلام اللي انت عملته. وهنلاحظ بقى هنا ايه الادفانس التليفوني سيتنج بدات ايه تتاكتيفيت عندنا اهي. طيب اليوزر فون والاكستنشن بقى، في عندك الاكستنشنز ديت يا جماعه اللي هي النمر والفونز اللي هي التليفونات، واليوزر سيتنج هنقولها بعد كده. عايز اقول حاجه هنا يا جماعه بس قبل ما نستخدم بقيه الاوبشن في البرنامج دلوقتي. عندنا التليفون اهوت في زي ما احنا شايفين كده قدامنا ايه 8 بوتون، كل بوتون ممكن نحط نخصص لها نمره عندنا. طيب في برنامج السي سي بي ممكن تعمل كونفيجريشن للدايركتري نمبر زي ما احنا قلنا الدي ان يا جماعه اللي هي الدايركتري نمبر اللي هي يعتبر نمره التليفونات بيسموها ايه اللي هي اي فون دايركتري نمبر، وفي اي فون بس الفون دي معناها ايه التليفونات.
ففي البرنامج سي سي بي ممكن اعمل كونفيجريشن للدي ان، يعني اقول لايفون دي ان رقم واحد هديها مثلا نمرة رقم 1 2 3 4، اعمل كونفيجريشن للنمر كلها. وبعد كده اعمل كونفيجريشن للتليفونات، يعني عندي تليفون والتاني والتالت والرابع زي ما انا عايز، اي عدد من التليفونات اعملها كونفيجريشن. الاتنين في الحالة ديت هما لغاية دلوقتي ما بيعتمدوش على النمر لوحديها والتليفونات لوحديها. بعد كده بربط ما بين الفون والدي ان بايه، بحاجة اسمها اليوزر اكاونت. بس خلي بالك ان دي لازم يكون ترتيبها التالت ما بينهم، يعني انت هتعمل الدي ان الاول وبعد كده الفون او العكس مفيش مشاكل، بس لازم المرحله التالته اللي هي تربط ما بينهم باليوزر اكاونت دي المهمه، لازم دي تكون تالت مرحله، يعني ما ينفعش تجيبها المرحله الاولى. في الكوماند لاين بقى لا، لازم تراعي الترتيب، يعني لازم النمر تبقى الاول وبعد كده التليفونات وبعد كده ايه هنربط ما بينهم. تمام. فعندنا مثلا لو عندنا التليفون ده اللي هو 7970 مثلا، هنقول الزرار الاولاني لو البوتن الاولاني او اللاين الاولاني هنديله النمرة رقم 1 2 3 4. تمام. يعني هنخصص النمرة ديت للتليفون ده، ممكن نحط تليفون كمان ونخصص له نمرة 1 2 3 5. لو في تليفون كمان برضو الزرار الاولاني فيه هنخصصه هنحط له نمرة 1 2 3 5. وممكن لو جاي مشاير النمرة ديت على الزرار التاني هنا. تمام. هنشوف الكلام ده انا قصدي بيه دلوقتي على البرنامج. هنخش بقى على الفون سيتنج يا جماعة، وزي ما احنا شايفين هنختار مثلا التايب اوف فون 7970، يعني نحط له اي ماك ادرس. طبعا شغاله يا جماعه على النسخه دي مو. طبعا هنا الاوتو لاين سيلكشن ده هو المقصود بيه ان انت بمجرد ما بترفع السماعه بيديك حراره، يعني دي خاصيه كده بتاكتفها، ان اول ما ترفع السماعه يخلي الخط اكتف. يبقى انت بتحط الموديل التايب بتاع التليفون، تدي له ماك ادرس وتدي وخلي دي انيبل. تمام كده. دي لو عايز بقى تخلي فيه فيديو تعمل لها انيبل. اوكي. وقلنا هنا في مشكلة ان احنا عملنا ايه، اللي هنا المفروض دوت. تمام. اوكي. بيقول لك طبعا الفيرمور از نوت كونفيجر، طبعا عشان احنا شغالين على نسخة ديمو يعني فما فيش مشاكل. مش اوكي. فاللي نظهر عندنا ايه، ادي الماك ادرس وادي التليفون اللي احنا استخدمناه. يبقى احنا كده عملنا كونفيجر للايه للفون. هنعمل بعد كده كونفيجر للايه للاكستنشن اللي هو الدايركتوري نمبر بقى، الارقام بتاعتنا. فنحط مثلا البرايمري نمبر 1 2 3 4، السكندري نمبر ده يا جماعه بنحط رقم تاني، كلا الرقمين لنفس التليفون، بس يمكن اللي هو السكندري نمبر ده اللي هو الانترنت تليفوني سيرفيس بروفايدر ولا اي تي اس بي هو بيفهم الرقم التاني. خدت بالك؟ هو بيفضل الرقم التاني لانه ما بيفهم، مش هيقدر يفهم يعني ايه 1 2 3 4، لكن الاي تي اس بي بيفهم اللي هو الرقم اللي هو اللي بقى فيه الطويل ده. وهتلاقي ال 1 2 3 4 ديت الاكستنشن الاخير فيه يعني. بعد كده هنحط النيم اللي هيظهر على الفول لاين، هو هنسميه مثلا مستر انكريدبل. الديسكريبشن كل دي حاجات ما بنكملها يعني. هنسمي سوبر هيرو اي اسم. طب الريجستريشن بقى هنا يا جماعه، انت ممكن تعمل
ريجستريشن، يا اما النمره الاولانيه البرايمري او السكندري لوحدها او الاثنين مع بعض، يعني زي ما انت عايز تختار يعني. او ما تعملش اي حاجه فيهم، تتسجل خالص، يا اما الاول يتسجل يا اما التاني يتسجل لوحده يا اما الاثنين مع بعض يا اما مفيش حاجه تتسجل خالص. تمام، بس هو يفضل بيقول لك يعني ايه تسجل الاثنين. بعد كده اللاين مود بقى، التليفون بتاع النمره بتاعتك دي بقى اللي انت عملتها، عايزها دي اونلاين ولا سنجل لاين ولا اوكتو لاين؟ هي طبعا باي ديفولت بتبقى في العادي في الكوماند لاين بتبقى سنجل، لكن في السي سي بي بتبقى دي اونلاين، هي الايه الديفولت بتاعنا. دي اونلاين اللي قلنا ان الزرار الواحد النمره الواحده بتعمل، ممكن تعمل هاندل الاثنين كول جاي لها، يعني انت تكون بتتكلم وفي على الويتنج. الاوكتو لاين اللي انت بيبقى برضه بتعمل هاندل ل 8 كول في نفس الوقت. خدت بالنا؟ يبقى هو باي ديفولت في السي سي بي بتبقى الدي اونلاين هي اللي متاكد، هي الديفولت بتاعي. في الكوماند لاين لما انت بتعمل الاوامر هتلاقي السنجل لاين هي الايه الديفولت بتاعك. طبعا الادفانسد هناخدها بعد كده بقى، الحاجات اللي قلنا عليها هنعرفها بعد كده ان شاء الله قدام يعني. اوكي، هنلاقي ان ليه خلاص اتعرف ان النمره 1 2 3 4 واسمها كذا وان هي دي اونلاين، وادي الفون المايك والتليفون. طب احنا عايزين نربط بقى ما بين الاثنين، هنعمل كرييت بتعمل يوزر اي دي بتدي فيرست نيم ولاست نيم، وبعد كده هندي اوكي ونوريك ازاي انت بتخصص نمره التليفونات اللي انت عملتها بالتليفون على انهي خط على انهي لاين فيهم. يعني احنا عملنا نمرة تليفون 1 2 3 4 وعملنا تليفون اللي هو كان 79 70، طب احنا عايزين نخصص النمرة ديت للتليفون ده على الزرار الاولاني فيه مثلا. هنشوف بقى ايه ازاي كل ده. هو بيعمل كريت لليوزر او فون اكستنشن، انت عايز تربط ما بين الاتنين. فهنلاقي ايه، هو هتختار الاول التليفون لان انت ممكن تكون عامل اكتر من تليفون، ولا ادي التليفون اللي هو 79 79 70 وادي الماك ادرس بتاعه اول لاين فيه. اهو بصوا يا جماعه، ما هو ده اللاين الاولاني والتاني هما 8، فهنختار مثلا اللاين الاولاني اللي هو الزرار الاولاني فيه. طبعا غالبا هتخليه ريجولر مش مونيتور مثلا او كده يراقب او حاجه، لا خليه ريجولر. الرينج بيهيفير خليه نورمال، الرنه بتاعته عادي، تكون جرس بتاعه عادي. طيب ادي اول نمره احنا عملناه، طب هنحطها فين بقى؟ بصوا خلي بالك احنا في التليفون ممكن احنا كنا عملنا اكتر من تليفون، فاحنا اخترنا التليفون احنا عملناه واخترنا اللاين الاولاني اللي فيه اللي هو الاول واحد اول زرار اللي هنحمل عليه النمره اللي قلنا 1 2 3 4 اهو. فهو ظهر عندي هنا النمره بتاعتنا، هدخل هنا سيلكتد اكستنشن وهخصصها لايه؟ لاول خط. يبقى كده هي خلاص اتخصصت. ممكن عايز اخليها على الزرار التاني، بمجرد بصوا جيت هنا ولو حطيتها هنا هتلاقي دي اتغيرت اوتوماتيك الفول لاين. يبقى انا كده هحطها على الزرار رقم 3، اللاين رقم 3 يعني. تمام، طيب يبقى انا كده ربطت ما بين الدايركتوري نمبر والايه والفون، حصصته على اني بوتن. اوكي، بعمل ريستارت للتليفون عشان يبقى ايه اكتف الكونفيجريشن اللي احنا عملناها ديت، يبقى في تاثير اهو. هيوريك بقى ايه، بوريك الحاجات اهو. ادي اليوزر اكونت اهوت، وادي النمره، وادي التليفون، وادي الماك ادرس بتاعه. طيب احنا ممكن نعمل تليفون كمان وكمان نمره التليفون، واوريك ازاي هنخصصها تاني. هيعمل نمره تليفون تانيه 1 2 3 5، وهدي سكندري نمبر برضو، وهديها نيم وديسكريبشن. اي اسم يا جماعه، الموضوع مش فا يعني، ويخليها برضو اوكي. يبقى كده هو عمل نمره كمان،
هيعمل تليفون اهوت 79 61، واداله ماك ادرس. اوكي يبقى كده عندنا ايه، تليفونين ونمرتين. التليفون الاولاني متخصص له 1 2 3 4، خلي بالك. طب لازم طبعا لازم يعمل يوزر اكونت، حط فيرست نيم ولاست نيم وحط باسورد. طيب اهو الوضع عندك ايه، هتختار بقى ايه. ادي التليفون الجديد، ثواني بقى، ادي التليفون التاني اهو 79 61. طيب انت عندك نمرتين، وهيشتغل طبعا على اللاين الاولاني في التليفون اللي هو 79 61. عندك نمرتين، 1 2 3 4 و 1 2 3 5. هنشوف هيحصل ايه. هياخد النمرة التانية اللي احنا عملناها لسه، وهيخصصها لايه، لللاين، لللاين الاولاني. وخد التانية، خد اللي احنا كنا عاملينها اول مرة مع التليفون الاولاني، خدها برضو وقام جاي مدخلها على على اللاين التاني بتاع التليفون التاني بتاعنا. فحظ ظهر ايه بقى، خلي بالك بقت شيرد. ليه؟ لان بقى في تليفونين بيشيلوا نفس النمرة، فعشان كده خلاها ايه، شيرد. تمام كده، اوكي. وانا برضو ريستارت. في نهاية الحلقة يعني اتمنى الناس تكون خدت فكرة عامة عن عن ازاي نعمل، ازاي نعمل ادمنستريشن للكول ماجيك اكسبريس، اذا كان كوماند لاين او باستخدام الجي يو اي. وان شاء الله الناس ما تقلقش، يعني البني ادم دايما عدو اللي ما بيعرفوش. فاحنا السي سي بي ده ان شاء الله يعني هنعرف ازاي نشتغل عليه اكتر، والامور هتبقى احسن باذن الله. اشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.